الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الرئاسة للمملكة العربية السعودية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد وزير رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد شرفني سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس القمة العربية بإلقاء كلمته الرئاسية بمناسبة افتتاح الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، هذا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في مستهل كلمتي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. لقد تشرفت الجزائر باحتضان الدورة 31 للقمة العربية في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فضلاً عن اندلاع الأزمة الأوكرانية التي وضعت العالم في حالة استقطاب متزايد وأمام تحديات جديدة متمثلة خاصة في الأمن الغذائي والطاقوي. وفي هذا الصدد أجدد الدعوة لتعبئة الطاقات التمويلية العربية، لا سيما صندوق النقد العربي والصناديق العربية القائمة لمساعدة الدول الأعضاء التي هي في أمس الحاجة لهذه المساعدات لتمكينها من تجاوز هذه الظروف الدولية العصيبة. على الصعيد العربي، ستنظم الجزائر خلال الشهر الجاري الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي بحضور كبار الخبراء والمختصين العرب للخروج بمقترحات علمية وعملية ومشاريع ملموسة تمهيداً لاعتمادها وتجسيدها بما يدعم الأمن الغذائي لشعوبنا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد وضعت الجزائر رئاستها للقمة العربية تحت شعار لم الشمل، حيث بعد إعادة توحيد الصف الفلسطيني في الجزائر الذي كلل بتوقيع الإشقاء الفلسطينيين على إعلان الجزائر والتزامهم بالعمل على تجسيد الاستحقاقات المتضمنة فيه، نواصل التنسيق مع أخي فخامة الرئيس محمود عباس مساعينا الرامية لاستكمال مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية. شعار لم الشمل تجسد كذلك باستعادة سوريا الشقيقة مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلت، ومما يضفي عن هذه العودة طابعاً خاصاً بالنسبة للشعب الجزائري كونها تأتي تزامناً مع إحياء الجزائر لذكرى مجازر 8 ماي 45. وأود أن أرحب عالياً باسترجاع سوريا لمقعدها بين أشقائها مع توجيه الشكر إلى كل الدول العربية الشقيقة التي ساندت مسعى الجزائر وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وفاءً لمسؤولياتنا التاريخية إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وتجسيداً لمركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعب الجزائري، فلقد سخرت الجزائر دبلوماسيتها خدمةً لقضيتنا المركزية، حيث واصلنا المساعي على مستوى الأمم المتحدة لحشد الدعم اللازم
بغية توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق مع كافة الأشقاء العرب. كذلك وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، طالبنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ليس فقط لوضع حد لتعنت الاحتلال ورفضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، وإنما لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لسياسة الاستيطان التي تمارسها سلطة الاحتلال. كما ساهمت الجزائر في الخطوات العملية التي تم اتخاذها من أجل اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل دور محكمة العدل الدولية من أجل تكريس حقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن توقيعها للائحة التي تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حيال قرار سلطة الاحتلال بفرض إجراءات عقابية على الشعب الفلسطيني وقيادته ومجتمعه المدني، وهذا بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية، مع رفض الجزائر كل الإجراءات العقابية داعية رفقة باقي الموقعين إلى الإلغاء الفوري لهذه الإجراءات. من جانب آخر، وتنفيذاً لقرارات قمة الجزائر، إن عقد مؤتمر دعم القدس وتوج باعتماد جملة من الإجراءات من شأنها تعزيز صمود أهلنا في القدس الشريف الذين يتعرضون يومياً إلى ممارسات إجرامية واستهداف حياتهم، بالإضافة إلى القمع الاستيطاني الممنهج وسط صمت دولي رهيب وعجز تام عن ضمان الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته. لقد أقدمت سلطة الاحتلال على تصعيد خطير تمثل في الغارات الجوية الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفة العديد من الشهداء والجرحى، من بينهم أطفال ونساء عزل. إننا ندين بشدة هذه الأعمال الإجرامية ونجدد تضامننا الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة والممنهجة وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أكدنا جميعاً تمسكنا بها في قمة الجزائر. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لطالما دعت الجزائر لا سيما خلال القمة العربية السابقة إلى الاهتداء بفضائل الحوار لتأسيس علاقات بناءة مع دول الجوار الجيوسياسي التي نتقاسم معها روابط الدين والتاريخ والإرث الحضاري، فضلاً عن العامل الجغرافي. وفي هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لبوادر الانفراج التي حدثت من خلال التقارب الحاصل في العلاقات العربية مع الجارتين تركيا وإيران، والذي نتوسم فيه انفراجاً في أزمات المنطقة واستقرارها وخفض التوترات، مما يفتح آفاقاً رحبة للتعاون والشراكة ويمهد لإحلال السلام في المنطقة وفي بعض الدول الأعضاء، لا سيما في اليمن الشقيق، حيث نثمن كل الجهود المبذولة لتسوية هذه الأزمة بصفة نهائية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. كما نؤكد على ضرورة تعزيز التضامن مع أشقائنا في الصومال وجيبوتي في مواجهة الجفاف الذي تشهده منطقة القرن الإفريقي للعام السادس على التوالي، والتي تتطلب منا تدخلاً عاجلاً لتفادي كارثة إنسانية محدقة بهذين الشعبين الشقيقين وكافة شعوب المنطقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يشهد السودان الشقيق انفجار دائرة العنف والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، بعد أن استبشرنا بالاتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه لطي صفحة المرحلة الانتقالية، وفور التدهور المتسارع للأوضاع على خلفية استمرار المواجهات المسلحة
بين الأشقاء السودانيين، سارعت الجزائر بإرسال رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية القبر المتحدة والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، من أجل تحرك سريع لحقن الدماء والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية العميقة، بعيداً عن أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السودانية. وندعو مجدداً الإخوة الأشقاء في السودان إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والاحتكام إلى فضائل الحوار لحل الخلافات وتجنيب الشعب السوداني الشقيق مخاطر الانزلاق في دوامة العنف الدموي الذي يشكل خطراً على السلم الاجتماعي ووحدة بلاد. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لا يمكن الحديث عن الأوضاع السائدة في منطقتنا العربية بمعزل ما عما يشهده العالم من تحولات عميقة وتطورات متسارعة تؤشر لظهور نظام دولي جديد متعدد الأقطاب على أنقاض نظام القطب الواحد. إن هذا الوضع بتعقيداته المتعددة وبتداعياته الكبيرة يفرض علينا تعزيز التضامن والعمل كمجموعة موحدة تستنير بمبدأ وحدة المصير، ليكون لنا دور فعال وفاعل في تحديد توازنات الجديدة بالشكل الذي يضمن الحفاظ على مصالحنا المشتركة، ولنا من القدرات والإمكانيات ما يسمح لنا بتبوأ مكانة مرموقة للمساهمة في رسم معالم مستقبل أفضل لشعوبنا. من هذا المنطلق وإدراكاً منا بحجم وطبيعة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة العربية، وانطلاقاً من إيماننا العميق بفضائل وأهمية العمل العربي المشترك المتجدد، أود التأكيد مجدداً على حتمية إصلاح وعصرنة العمل العربي المشترك وفق نهج جديد يتجاوز المقاربات التقليدية، ليضع في صلب أولوياته انشغالات وهموم المواطن العربي. وإذ أعرب عن امتناني لدعمكم للمقترحات التي تقدمنا بها من أجل تفعيل دور جامعة الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها وتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك. أشدد على ضرورة تجاوز هذا الاستعصاء الإصلاحي والإسراع في تفعيل هذه العملية الإصلاحية المحورية لتمكيننا من مواجهة التحديات المطروحة حالياً على المستويين الإقليمي والدولي. في الختام، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص التهاني وعظيم التقدير لأخي صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك لصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد للمملكة العربية السعودية بمناسبة توليه رئاسة الدورة 32 للقمة العربية، سائداً المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه في تحمل هذه المسؤولية السامية. ونحن على ثقة تامة بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستقود بكل جدارة واقتدار أشغال مجلسنا لما عهدناه منها ومن قيادتها الحكيمة من حرص دائم على وحدة الصف العربي وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونيابة عن رئيس القمة العربية 31 سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يسعدني دعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة لتفضل بتسلم رئاسة القمة العربية 32، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى بركة الله افتتاح الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الأمين العام لجامعة الدول العربية. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأنا أرحب بضيف القمة فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، ونأمل أن تتكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح. كما يسرني أن أشكر فخامة الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون على الجهود المبذولة خلال ترأس بلاده للدورة السابقة، ونشكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع العاملين فيها على ما بذلوه من جهود لخدمة العمل العربي المشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، نؤكد لدول الجوار والأصدقاء في الغرب والشرق أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا لميدان للصراعات. ويكفينا طي صفحة الماضي، تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية. وهما يسرنا اليوم حضور فخامة الرئيس بشار الأسد لهذه القمة وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا وعودة الأمور لطبيعتها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي بما يحقق الخير لشعبها وبما يدعم تطلعاتنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا. الحضور الكرام، إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة وتتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي الفلسطينية بحدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. إن أشقاءكم في المملكة العربية السعودية يكرسون جهودهم في دعم القضايا العربية، كما نعمل على مساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية. وفيما يخص السودان، نأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفظ على وحدة السودان وأمن شعبه ومقدراته. وفي هذا الصدد، فإن المملكة العربية السعودية ترحب بتوقيع طرفي النزاع على إعلان جدة الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، ونأمل التركيز خلال هذه المحادثات على وقف فعال لإطلاق النار. تواصل المملكة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي بذل الجهود الإنسانية وتفعيل قنوات الإغاثة للشعب السوداني الشقيق، ويطيب لنا أن ننتهز هذه الفرصة بوجود فخامة الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا ومشاركة هذه القمة لنجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعادة المملكة واستعداد المملكة للاستمرار في بذل الجهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم. الحضور الكرام، إن وطننا العربي يملك من المقومات الحضرية والثقافية والموارد البشرية والطبيعية ما يؤهل لتبوؤ مكانة متقدمة وقيادية وتحقيق نهضة شاملة لدولنا في جميع المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أدعو معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لإلقاء كلمته، فليتفضل. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، أبدأ كلمتي بتقديم جزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإليكم صاحب السمو الملكي، ومن خلالكم إلى شعب المملكة العربية السعودية الكريم على ما أحطنا به من رعاية وحسن وفادة منذ وصولنا إلى هذه الأرض المباركة، وأن أهنئكم على توليكم رئاسة القمة في دورتها 32، وأدعو الله أن يوفقكم إلى ما فيه خير أمتنا وشعبنا. إن المشهد الدولي يمر بواحدة من أشد الفترات خطورة في التاريخ المعاصر، وأراه زمن استقطاب وتنافس هائل بين القوى الكبرى على حساب القوى الأصغر أو المنفردة،
ولذلك فليس أمام الدول العربية في هذه المرحلة التاريخية العصيبة سوى أن تستمسك بالمصالح العربية معياراً أساسياً للمواقف الدولية، وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها وبالعمل الجماعي سبيلاً أكيداً لتعزيز الكتلة العربية في مواجهة ضغوط الاستقطاب. إن أزمات منطقتنا العربية لم تجد للحل طريقاً بعد عقد وأكثر من المعاناة والدماء والآلام، فملايين العرب ما زالوا لاجئين ونازحين. واليوم أضيف إلى أحزان هذه الأمة حزن جديد في السودان يدفع المدنيون ثمناً ضخماً للمواجهة المسلحة التي فرضها البعض على هذا البلد العزيز. آن لتلك المواجهات أن تتوقف وأن تلتزم الأطراف بمبدأ الحوار صوناً لدماء الشعب وحفاظاً على السودان ومقدراته ووحدته الترابية وسلامة مؤسساته الوطنية. إنني أدعو لأن تكون قمة جدة علامة بدء لتفعيل حل عربي يوقف نزيف الدم في السودان ويصحح أخطاء ارتكبت في الماضي وتوخى المصلحة العليا للدولة السودانية وليس المصالح الضيقة لفئات أو أشخاص. الحقيقة سيادة الرئيس إننا نسعى لإيقاف نزيف الدم والخسائر في كافة ميادين الاحتراب الأهلي حيث لا منتصر ولا مهزوم، والأزمات العربية تشهد الآن حالة من التجميد مقارنة بأوضاع أشد اشتعالا شهدناها في السابق خلال العقد الماضي، وهي فرصة يتعين اغتنامها من أجل تفعيل حلول عربية لتلك الأزمات العربية. ففي سوريا، وأرحب هنا بالرئيس بشار الأسد بعد أن عادت سوريا إلى مقعدها في هذا المجلس الموقر، ثمة فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة التي تعاني منها البلاد لما يربو على العقد، سواء في أسبابها وأصولها التي يظل الحل السياسي السبيل الوحيد لتسويتها، أو في تبعاتها التي تجاوزت حدود الوطن السوري، ويحدون الأمل في أن يكون للعرب إسهامهم في إيجاد الحلول الناجعة للأوجاع السورية العديدة. السيد الرئيس، لقد عانت المنطقة العربية زمناً ولا تزال من التدخلات الإقليمية في شؤونها، ولم تنتج هذه التدخلات سوى حصاد من التمزق والفرقة والدم. واليوم ثمة إشارات على أن نهج الجيران يمكن أن يتغير. إنني أرحب مجدداً بالاتفاق الذي وقع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مارس الماضي، فالعلاقات مع الجيران كافة يجب أن تتأسس دوماً على أساس من احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. إنها مبادئ أساسية في ميثاق الأمم المتحدة، وهي مبادئ أن تتمسك بها دولنا الوطنية ولا تفرط فيها، وتبقى فلسطين الغالية هماً لا يحمله أهلها وحدهم. لقد أدت الممارسات الرعناء لحكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى تصعيد مروع في منسوب العنف والقتل في الشهور الأخيرة. إنني أحيي صمود الفلسطينيين في كل مكان في الأرض المحتلة، وأقول أن السياسات والممارسات الاستفزازية لتلك الحكومة الممعنة في التطرف والكراهية لابد أن تواجه بتصد حازم من المجتمع الدولي، عوضاً عما نشهده من صمت مريب ومشين. سيد الرئيس، ثمة حركة وحيوية في العمل العربي واتجاه واضح لإعادة امتلاك القضايا وتفعيل الأدوار، وأن يتحول العرب إلى فاعلين وليس مفعولا بهم. وأظن أن هذه القمة في جدة، قمة التجديد والتغيير، تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة العرب لقضايا وملفات تركت للآخرين زمنا فتعقدت مساراتها وتشابكت خيوطها. إننا اليوم على عتبة
طريق صعب للانخراط الفاعل مع الأزمات والسعي لتسويتها، وعلينا أن نسير فيه بكل العزم والجهد حفاظاً على أمن الأمة وشعوبها وصوناً لحاضرها ومستقبلها. أتمنى لأعمال هذه القمة كل النجاح والتوفيق. شكراً سيادة الرئيس. أشكر معالي السيد أحمد أبو الغيط على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا لإلقاء كلمته، فليتفضل. Thank you. At first, I express my gratitude for the warm hospitality to His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, to the entire people of Saudi Arabia and the city of Jeddah, which is hosting this meeting. I hope that most of us are here for the sake of peace and justice. Dear participants of the summit, today is the 450th day of the full-scale war waged against us by Russian invaders. We do not have missiles as our enemy has. We have less air power. We do not possess numerous killer drones that Iran supplies to Russia. We do not have that much artillery, but we do stay strong because we do have truth on our side. Moreover, we are pushing the occupiers out of our land. Anyone who defends his native land from invaders, and anyone who defends children of his nation from enslavement, every such warrior is on the path of justice. And I'm proud to represent such warriors and the entire Ukrainian people. Ukrainians has never chosen the war. Our troops didn't go to other lands. We do not engage in annexations and plunder of other nations' resources, but we will never submit to any foreigners or colonizers. That's why we fight, and I'm sure all your nations will understand this, our main emotion, and I'm also sure all your nations will understand the main call I want to leave here in Jeddah. A noble call to all of you to help protect our people, including Ukrainian Muslim community. With me here is the Honorable Mustafa Jamilev, the leader of the Crimean Tatar people, one of the indigenous peoples of Ukraine, whose home is Crimea, the center of Muslim culture in Ukraine. For centuries, the Crimean Tatar have been and should remain an integral and strong part of the Muslim community of the world. But Crimea were the first to suffer from the Russian occupation. And until now, most of those who are subjected to repression in the occupied Crimea are Muslims. We already have a positive experience with Saudi Arabia regarding the release of our people captured by Russia. We can expand this experience. And even if there are people here at the summit who have a different view on the war on our land, calling it a conflict, I'm sure that we can all be united in saving people from the cages of Russian prisons. Unfortunately, there are some in the world and here among you who turn a blind eye to those cages and illegal annexations. And I'm here so that everyone can take an honest look, no matter how hard the Russians try to influence. There must still be independence. And I want to thank Saudi Arabia. I want to thank the majority of you for supporting firm international positions and the UN Charter. Dear participants, your people have already seen that Ukrainians are people of peace, of real peace.
In 2021, we made a priority. Ukraine opens to your people and the people of Saudi Arabia and United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Kuwait got to know Ukraine. And I'm happy that your tourists were able to see the splendor of spring in our capital, in Kyiv, and the majesty of the Carpathian Mountains. I believe that one day your people will come back also to see our Crimea, Ukrainian Crimea, free from Russian occupation and humiliation. علاقاتنا الطبيعية والاعتيادية معكم، وإنني على ثقة من أن كثيرا منكم لن يقبل بفكرة أن يدخل الغزاة إلى أي بلد، ولن يشارك الجميع في دعم هذه المبادئ، ولكنكم أيضا لا يمكن أن تقبلوا أن تروا آلاف الأطفال يعانون، والآن هناك مئات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين قد نقلوا إلى روسيا، وهم يحاولون في روسيا أن يعلموهم اللغة الروسية وأن يطمسوا هويتهم. وأيضا أنا على ثقة من أنكم جميعا لا يمكن أن تقبلوا فكرة أن يستخدم منشأة نووية للابتزاز وكذلك للاضطهاد، وهذا الأمر قد عانت منه كثير من الدول في ليبيا وسوريا واليمن، فهناك كثير من المعاناة، وكذلك الصومال والعراق وأفغانستان. الجميع الذين عانوا لن يقبلوا فكرة أن يكون هناك اضطهاد جديد، وألا تكون هناك فكرة نشر العداء والكراهية، وإن عصر الغزاة والاضطهاد قد انتهى أمام إصرار وقوة الشعوب الحرة، وإن هذه التكلفة سوف يدفعها الشعب في النهاية. وإنني أهنئكم وأشكركم وأحييكم جميعا، ولكل من يريد أن ينضم إلينا على مسار السلام والحرية حتى ننهي هذه الحرب. يمكن أن تروا مثال الأمن الغذائي، فهو أحد أبرز النقاط التي تشكل هوية أوكرانيا، فإننا نقوم بكل ما في وسعنا حتى تكون منازل الجميع آمنة ومليئة بالغذاء. وقد تمكننا من أن نبرم مبادرة البحر الأسود، وأن تكون المواني الأوكرانية فاعلة، وأن نزود الأسواق الغذائية بما تحتاجه، فكثير من هذه الأسواق وهذه الدول هي في الدول العربية. وكذلك أيضا هناك صيغة السلام التي اقترحناها، فقد شارك فيها الجميع، فكل الوفود الكرام قد قدمت لهم وثيقة بلغاتهم، وهي تحتوي على 8 نقاط في إطار صيغة السلام. من فضلكم اطلعوا عليها وانظروا فيها، وسوف أكون ممتنا لكم جميعا إذا ما اخترتم اتجاه إنقاذ الشعب الأوكراني من الأسر الروسي. إذن أدعوكم جميعا، أولئك الذين يحترمون السلام، بأن ينضموا إلى تنفيذ صيغة السلام، وأن ينضموا إلينا حتى نقلل العداء والكراهية والحرب والمعاناة. إن روسيا ضعيفة وتمتلك الكثير من الأسلحة في أيديها، إلا أنها ضعيفة، إلا أن هذا العنف لا يأتي من القوة، ولكن يأتي من فهمهم أن وقت الإمبراطورية قد انتهى. ولذلك فإن هذا هو عصر الأمم الحرة، عصر لن ينتهي، وأوكرانيا قد أثبتت ذلك. أتمنى لكم تحقيق السلام، وأدعوكم أن تشتركوا معنا بشكل مباشر مع بلدنا دون أي وساطات بيننا، وحتى تضيفوا إلى قوتنا، وأن ننسق فيما بيننا لتحقيق السلام وتحقيق مصالح شعوبنا وأممنا. واستمعوا إلى الشعب في شبه جزيرة القرم من التتار، فندعو الله أن يدعو جهود أن يحمي جهودنا في أوكرانيا. شكرا جزيل الشكر. Russia, we beat it even when it has more weapons in their hands. Its aggressiveness doesn't...
deep manner for the peace and good of people of all nations. And please listen to the Crimean Tatar people, listen to the Muslims of Ukraine. May the Almighty protect. معالي السيد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، السادة والسيدات، إنه لشرف عظيم لي أن أقف أمامكم اليوم ممثلاً للاتحاد الإفريقي وشعوب القارة، أخاً ونصيراً للأمة العربية وتضامناً معها في الظروف الدقيقة التي تمر بها. يسعدني كذلك أن أعرب عن جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد المفدى وللأمين العام للجامعة العربية إلينا، وكذا الاستقبال الحار والضيافة الكريمة التي حظينا بها في هذا البلد العزيز وأرضه المقدسة. تنعقد قمتكم هذه في ظرف بالغ الدقة إقليمياً وعالمياً. فعلى الصعيد الدولي تستمر الحرب الروسية الأوكرانية المدمرة للإنسان والاقتصاديات العديدة من الدول، ليس فقط في أوروبا بل في مناطق شاسعة من العالم. إنها تهدد العالم بشحة شديدة في مصادر الطاقة والغذاء والأمن والاستقرار. أما في الساحة العربية فيتواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتتضاعف الإهانات ضده، وتتسع رقعة سلبه من أراضيه، واحتلال أفواج المستوطنين قسراً، والزبال الحار والضيافة الكريمة التي حظينا بها في هذا البلد العزيز وأرضه المقدسة. تنعقد قمتكم هذه في ظرف بالغ الدقة إقليمياً وعالمياً. فعلى الصعيد الدولي تستمر الحرب الروسية الأوكرانية المدمرة للإنسان والاقتصاديات العديدة من الدول، ليس فقط في أوروبا بل في مناطق شاسعة من العالم. إنها تهدد العالم بشحة شديدة في مصادر الطاقة والغذاء والأمن والاستقرار. أما في الساحة العربية فيتواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتتضاعف الإهانات ضده، وتتسع رقعة سلبه من أراضيه، واحتلال أفواج المستوطنين قسراً، وظلماً وعدواناً لمساحات حساسة منها، كما يطول صمت العالم المريب على هذه التراجيديا المستمرة ضد الشعب الفلسطيني المحروم من حقه في الحرية وتأسيس دولته المستقلة ذات السيادة التامة وعاصمتها القدس الشرقية. وبمناسبة الذكرى 75 للنكبة المجرمة القوي مع الأطراف والسلطات الليبية المختصة. وأخيرا وربما أخير أول كما يقيل، يحترق السودان لانفجار الأنانيات والميل إلى التطرف وإنهاج العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة والمحافظة عليها. لقد عبع الاتحاد الإفريقي طاقاته سنة 2019 وساعد الأشقاء السودانيين في تأسيس لمرحلة انتقالية تشاركية متوازية، إلا أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 غير الموفق عصف بتلك التجربة المميزة، مما أدى إلى مضاعفة التنافس في السلطة واللجوء إلى العنف لحل الخلافات بين الشركاء السياسيين والعسكريين. إن الاتحاد الإفريقي الذي كان أول من دعا للثلاثية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد ورتبها، قد بادر منذ الشرارة الأولى للاقتتال الراهن بالدعوة إلى توحيد جهود المنظومة الدولية. إننا في الاتحاد الإفريقي نرى أن بعثرة جهود المنظومة الدولية قد تكون من مسببات إطالة الصراع كما علمتنا التجربة في عديد من البلدان. وفي هذا السياق رحبنا بجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لحمل الطرفين على وقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية للشعب السوداني المنكوب.
أصحاب الجلالة والسمو والمعالي، أيها السادة والسيدات، إننا نؤمن بأن الصراع في السودان لن يكون له حل عسكري نهائي، وليس من مصلحة الشعب السوداني ولا المنطقة أن يكون له حل عسكري. إن الذين تسول لهم أنفسهم بذلك إنما يعيشون على الأوهام، وهم مهما كانوا غير مبالين بما يلحقه العنف من دمار الدولة ومؤسسات البلاد وبنيتها التحتية وزحق أرواح أبنائها. إن مغامرة العنف تهدد تهديداً جدياً المنطقة كلها بالفوضى والتشظي والحرب الأهلية والمآسي بلا نهاية. إننا ندعو إلى تشكيل كتلة دولية تتبوأ فيها الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والإيجاد وغيرهم من القوى الفاعلة في الساحة السودانية كالرباعية دوراً رياضياً مركزياً، وذلك من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى السلام واستئناف المسلسل السياسي لقيام حكومة مدنية تواجه التحديات العاجلة وتعيد المسار الانتقالي إلى سكته تحضيراً لانتخابات عامة حرة ونزيهة. إننا نهيب بهذه القمة أن تتخذ في هذا التوجه قرارات حاسمة قوية ونافذة. لا شك أن قراراتكم في هذا الشأن وغيره من القضايا ذات الصلة سيكون له الأثر الإيجابي على ما ستدرسه وتقرر فيه القمة العربية الإفريقية التي ستنعقد هنا في هذا البلد في هذه البلاد الطيبة بحر السنة الجارية. أتمنى لقمتكم نجاحا باهرا. صدد الله خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي السيد موسى على كلمته، وأرجو من الجميع الالتزام بالوقت المحدد للكلمة. والآن أدعو معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ورئيس الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي العام لجامعة الدول العربية، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتقدم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى المملكة العربية السعودية بخالص التهاني على رئاسة الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، و وسني منها لها استعطي بريد من الفعاليات للعمل العربي المشترك. كما يسعدني أن أشيد برئاسة الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية التي في دورة السابقة، وأتقدم لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية، ومعالي السيد أحمد أبو الغيث الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص الشكر على دعوته الكريمة لنا والذي وجهها لنا للحضور لهذه القمة. وأود أن أؤكد مجدداً على عمق الروابط بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وعلى المبادئ والقيم والقواسم المشتركة، ونتطلع إلى زيادة هذه العلاقات إلى أسماء درجات لما فيه مصالح دولنا وتحقيق
تعد الشعوب بها في السلام والأمن والازدهار. خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو حضرات السيدات والسادة، انتهز هذه الفرصة في طرق في ظرف دقيق يواجه فيه العالم العربي الإسلامي تحديات تنذر لنا بتعزيز التعاون والتضامن والتكثيف الجهود والتنسيق للشعب الفلسطيني، وهي قضيته المركزية للعالم العربي والإسلامي. تشهد استمرار غالبية الحل السياسي وتطاعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني وعرضه ومقدساته، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك، مما يهدد بتعييد عديد من الشيعه تريد هذه تدهور الأوضاع وتطلبات ذلك توحيد مواقفنا وتعزيز جهادنا على الساحة الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على الحدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. تجد هذا القرار قرارات الشرعية أداة دولية، والمبادرات الدول الإسلامية العربية قضية أخرى تثير عميق انشغالنا وقلقنا، وهي الأزمة في السودان الشقيق. فقد دعونا في منظمة التعاون الإسلامي منذ اليوم الأول لاندلاع الاشتباكات المسلحة إلى الوقوف العاجل والدائم لإطلاق النار وللحوار لحل الخلافات، ورجعنا بمبادرة السعودية الأمريكية ورحبنا بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السري في مدينة جدة. كما رحبنا بالتوقيع على إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، ونعمل أن نشكل خطاه أولى نهو إنهاء النزاع المسلح بصورة نهائية بما يعزز أسباب الأمن والسلام والاستقرار. ومن هذا المنبر المؤقر نناشد الأشقاء السودانيين مجددا للعمل على الغالبية المسلطة الوطنية العليا للسودان بما يحفظ على وحدته ومؤسساته ويحقق طموحات الشعب في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنموي والاقتصادي. خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو حضرة السيدات والسادة، إننا في منظمة التعاون الإسلامي حريصين على دعم كل الجهود لإزالة أسباب التوتر وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وليبيا وسوريا. إن وحدة الأراضي هذه الدول وسلامتها الحفيظة على مصالح الشعوب بها هي أولويتنا المشتركة. كما ندعو إلى تعزيز التضامن مع أشقائنا في الصومال
والمساعدات على تجاوز الصعوبات ونطلع على تعزيز الأخاء والتعاون بين دول المنطقة المنظمة العربية كافة. وإذا نتطلع إلى تكثيف التنسيق بين المنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الأول العربية الدول العربية لحل القضايا المشتركة وإلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والإنسانية، ويمكن المرة وتمكين المرأة والشباب ومكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي لخطاب الكراهية والإسلاموفوبية وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والتعايش السلمي. فإننا نتضح أيضا إلى تعزيز التضامن مع أشقائنا في منظمة الساحل وهود بحيرة شاد التي بينهما والعالم العربي علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية من أجل مساعدتهم على مواجهة التحديات الأمنية والتنموية. إن منظمة التعاون الإسلامي تطلع العمل العربي للمشترك ببالغ الاهتمام، وإنه لمن دواعي سرورنا أن تتزامن رئاسة المملكة العربية السعودية للقمة العربية برئاستهم للقاء الإسلامية للقمة الإسلامية 14. وإننا واثقين بأن هذه الرئاسة ستعطي زخما للتعاون والتنسيق والجهود من أجل معالجة القضايا المشتركة والأسهم معا في إجابة الحلول المناسبة للتحديات الدولية في إطار العمل المتعدد الأطراف. وإننا نعمل أن تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي السيد حسين إبراهيم طه على كلمته، وبذلك نختتم الجلسة الافتتاحية ونشكر أصحاب الفخامة والمعالي الضيوف. والآن أعلن عن بدء جلسة أعمال القمة، وأرجو من الجميع الالتزام بالوقت المحدد. أدعو جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي العربي الهاشمي الأمين. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أتوجه في البداية بعميق شكري والتقدير لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استضافة هذه القمة، وعلى حرص المملكة العربية السعودية الشقيقة على تعميق التعاون العربي. كما أشكر الأشقاء في الجزائر على استضافة القمة السابقة. إخواني القادة الحضور الكرام، إن منظومة العمل العربي المشترك بحاجة دوماً إلى التطوير والتجديد، وهنا يأتي دور جامعة الدول العربية في العمل على تعظيم التعاون وخاصة الاقتصادي بين دولنا لمواجهة تحديات الأزمات الدولية. وأشير هنا إلى آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والأشقاء في مصر والعراق، والشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين، بالإضافة إلى مشاريع التعاون المستمرة مع الأشقاء في دول الخليج كأمثلة لما يمكن تحقيقه بشكل أوسع. إخواني القادة الحضور الكرام، لا تزال القضية الفلسطينية محور اهتمامنا
ولا يمكن أن نتخلى عن سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي لن يتحقق إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه في الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين. لا يمكن للسلام والأمن أن يتحقق مع استمرار بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتدمير الفرص المتبقية لتحقيق حل الدولتين الذي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. فالبديل عن ذلك سيضع المنطقة بأكملها على طريق الصراع المستمر، وليس هناك أهم بالنسبة لنا من احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المدينة المقدسة التي نكرس كل إمكانياتنا من أجل حمايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. إخوان القادة الحضور الكرام، لقد حذرنا مراراً من استمرار أزمة سوريا دون حل، فقد دفع الشعب السوري الشقيق ثمنها غالياً وانعكست أثارها علينا جميعاً. ونرحب اليوم بعودة سوريا إلى الجامعة العربية كخطوة مهمة نأمل أن تسهم في جهود إنهاء الأزمة. ونؤكد هنا على أهمية تعزيز المسار السياسي الذي انطلق من اجتماع عمان وبنى على المبادرة الأردنية والجهود السعودية والعربية لإنهاء الأزمة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية لكي يعود اللاجئون إلى وطنهم. إخوان القادة الحضور الكرام، إن استقرار العراق استقرار لمنطقتنا وأمنه جزء من أمننا القومي، وإننا في هذا الصدد ندعم الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية بما يعيد للعراق دوره ومكانته ضمن محيطه العربي ويعزز استقراره وازدهاره وسيادته على أراضيه. ونتطلع للبناء على مؤتمر بغداد الأول ومؤتمر بغداد الثاني في تعزيز التعاون الإقليمي مع العراق. الإخوة القادة الحضور الكرام، لا مجال للتباطؤ في انتهاز الفرص أمامنا تحقيقاً لمصالح بلداننا وشعوبنا، لذا فلا بد من تكثيف اللقاءات العربية الدورية وعلى أعلى المستويات لتحقيق التكامل الاقتصادي في منطقتنا وتوحيد جهودنا السياسية والأمنية. وفي الختام أجدد شكري لأخي خادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة ولشعبها العزيز على استضافة هذه القمة، داعياً الله عز وجل أن يلهمنا النجاح والتوفيق لما فيه الخير لأوطاننا وشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية الشقيقة، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة،
كما أود أن أعرب عن خالص التقدير للجهود المخلصة التي بذلها أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في سبيل دعم العمل العربي المشترك خلال ترأس الجزائر للقمة العربية. الإخوة الأعزاء، لقد مرت منطقتنا خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية، وأثارت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر والمستقبل. لقد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبدا أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود. إن الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح واجبا ومسؤولية، كما أن تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يتعين أن يمتد أيضا للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وفي القلب منها مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة لتحديات العالم النامي، أخذا في الاعتبار أن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد منظومة العولمة التي كان العالم يحتفي بها وتستدعي للواجهة صراعا لفرض الإيرادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد تابعنا بالحزن والألم تصاعد حدة بعض الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها ما شهده قطاع غزة. وبينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واشتعلت كذلك أزمة جديدة في السودان الشقيق تنذر إذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، بينما بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مع إدراكنا أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فقد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال الخطوات المهمة التي بادرت بها دولنا في الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية التي نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ختاما، أؤكد أن مصر بما عهدتموه عنها على الدوام ستدعم بكل صدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي، إيمانا منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا ودفع مسيرة التنمية خطوات كبيرة للأمام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمته، والآن أدعو جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة العربية، أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نجتمع اليوم في ضيافة أخينا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لنجدد العزم ولنواصل مسيرة العمل العربي المشترك بإرادة حرة وتصميم ذاتي وبروح التضامن الجماعي المخلص، كي نؤسس للاستقرار والرخاء والوئام الذي لا بد أن تنعم به شعوبنا. وسبيلنا لتحقيق ذلك نهج السلام العادل والشامل، وهو نهج لا بديل له لمعالجة كافة القضايا العالقة لضمان الأمن والاستقرار والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة دون استثناء. ونرحب أشد الترحيب بالمساعي العربية الجادة التي نجد فيها بوادر مبشرة لبلورة نظام إقليمي متجدد ومتوازن، والمتمثلة في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستمرار الهدنة الإنسانية في اليمن والجهود الجادة لحل أزمتها، والعود الحميد للشقيقة سوريا إلى بيت العرب الكبير. ونؤكد على هذا الصعيد ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان وعودة أمنه واستقراره وحفظ حقوقه المشروعة، إلى جانب حقوق الشقيقة مصر في مياه النيل، وبالعمل على استكمال مسيرة السلام للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، وهو حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أيها الأشقاء، نمتنا العربية بتاريخها العريق وقيمها الدينية والإنسانية والحضارية وما تتمتع به من ثروات بشرية وكفاءات مبدعة وموقع استراتيجي مميز وموارد طبيعية متنوعة، لهي قادرة على النهوض والتقدم لمواكبة حركة العصر عبر تعزيز التكامل العربي وبتجديد شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الحليفة والصديقة القائمة على حفظ المصالح المشتركة، وبرؤية توافقية وسياسات أكثر فاعلية للتصدي للإرهاب ووقف الحروب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل، وصولاً لمنطقة مستقرة تزدهر في محيطها قيم التعايش الإنساني والتقارب الديني والحضاري. ومن هنا فإننا نعرب عن خالص تمنياتنا بأن تنجح جهودنا المشتركة في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، لعودة الأمن والسلم لشعوب البلدين والدول المجاورة، وليستعيد العالم عافيته الاقتصادية والبيئية التي تنهكها آلة الحرب، كما ويحدون الأمل بأن يحالف التوفيق والنجاح أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ COP28 الذي سيقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في نهاية العام الجاري بإذن الله. وإننا إذ نشكر كل من أخينا خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الدعوة الكريمة وعلى حسن الضيافة وكرم الوفادة. نتوجه لهما بعظيم التقدير على ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود دبلوماسية فائقة الأهمية،
ومبادرات إنسانية عظيمة التأثير والأثر لعودة أمن واستقرار دول المنطقة وحفظ سيادتها ووحدة مواقفها. ولا يفوتنا كذلك أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على إسهاماته الطيبة في تعزيز العمل العربي المشترك لدى ترأس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعمال القمة 31، وأن نعرب عن خالص الامتنان لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع منتسبي الأمانة العامة على حسن الإعداد والتحضير لأعمال هذا الاجتماع، سائلين المولى عز وجل أن تشهد أعمال هذه القمة المباركة كل توفيق ونجاح، تحقيقا لما نصبو إليه من أهداف خيرة تعود بالمنعة والرفعة لدولنا وشعوبها. كما يطيب لنا أن نعرب في ختام حديثنا عن ترحيبنا بكم في بلدكم مملكة البحرين لاجتماعات القمة العربية المقبلة في 2024 بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، الإخوة القادة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بالتحية والتقدير لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولكم أخي صاحب السمو الملكي ولي العهد على استضافة هذه القمة العربية التي نثق بأنها ستنجح في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه أمتنا وتحويلها لفرص تعزز الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا وتحقق طموحات وآمال شعوب أمتنا العربية. وفي هذه المناسبة فإننا نشيد بما حققته المملكة من إنجازات تحت قيادتكم على جميع المستويات على طريق الرفعة والنماء والازدهار. كما أتوجه بالشكر والعرفان لأخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية على رئاسته الناجحة للقمة السابقة، وأوجه بهذه المناسبة تحية إكبار وتقدير لأشقائنا قادة الدول العربية وشعوبها على مواقفهم الثابتة تجاه شعبنا وقضيتنا العادلة. كما ونرحب بسيادة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية أخاً عزيزاً بين أهله وإخوانه. الأخ الرئيس في قرار أممي تاريخي غير مسبوق أحيت الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك منذ أيام الذكرى 75 للنكبة، نكبة الشعب الفلسطيني التي لا زالت تتوالى أحداثها وآثارها المأساوية منذ العام 1948 حتى يومنا هذا، والتي ارتكبت العصابات الصهيونية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلالها أكثر من 51 مجزرة موثقة لدينا، ودمرت أكثر من 530 قرية فلسطينية موثقة
لدينا. إن هذا القرار الأممي التاريخي الهام يشكل دحضاً للرواية الصهيونية الإسرائيلية التي تنكرت للنكبة ولفقت الروايات المزيفة حول علاقات الشعب الفلسطيني بأرض وطنه والجرائم التي ارتكبت بحقه. إننا أيها السيدات والسادة نؤكد رفضنا لاستمرار استباحة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ومقدساتنا، ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وانتهاكاتها للقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية له. ونحن من جانبنا سنواصل مسيرتنا النضالية لمواجهة القهر والعدوان الإسرائيلي، كما سنواصل جهودنا الدبلوماسية والقانونية في المحافل والمحاكم كافة لاستعادة حقوق شعبنا، وفي المقدمة منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى استمرار السعي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وهنا نأمل منكم جميعاً الوقوف إلى جانبنا لدعم تنفيذ قرار الجمعية العامة الأخير وتقديم المرافعة المكتوبة من قبل دولكم أمام محكمة العدل الدولية، على أمل أن تصدر هذه المحكمة رأيها الاستشاري وفتواها حول قانونية وشكل وأهلية النظام الذي أقامته إسرائيل دولة الاحتلال والأبارتايد على أرض فلسطين. وفي هذا الصدد نؤكد استعدادنا للعمل مع هذه القمة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل إنجاح الجهود العربية والإقليمية والدولية في إطار من الشراكة والتعاون وإيجاد حلول لأزمات المنطقة، وصولاً لتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوبنا. وفي الختام نتقدم بالشكر والتقدير لأشقائنا قادة وشعوب أمتنا العربية على مواقفهم السياسية الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني، وعلى الصعود كافة وكلنا ثقة باستمرار تقديم هذا الدعم السياسي والمادي لتعزيز صمود وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ومواصلة بناء مؤسسات دولته المستقلة. وأخيرا وليس آخرا نقول لشعبنا الفلسطيني البطل، إننا نفتخر بكم وفي كل واحد منكم في الوطن وفي الشتات، ونعتز بمسيرتنا النضالية، وسوف نواصل العمل من أجل وحدة شعبنا وأرضنا وتحقيق المصالحة الوطنية على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس محمود عباس على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس محمود ولد الشيخ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيق، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود بداية التوجه بالشكر الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير الملكي محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي عموماً على استضافة هذه الدورة 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، وعلى ما أحطنا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة منذ وصولنا لهذه الأرض الطيبة المباركة. كما أهنئ جلالته على تسلم رئاسة مجلس جامعة الدول العربية
مشيدا بما يطلع به وولي عهده من دور ريادي وفعال في خدمة قضايا أمتنا العربية. ويطيب لي كذلك أن أتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على إسهامه في الدفع قدما بالعمل العربي المشترك خلال رئاسته للدورة الماضية. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أنوه أيضا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها سعادة الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط وفريقه في سبيل تطوير عمل جامعتنا العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن ما يلوح في خضم الأزمات المتنوعة التي تجتاح العالم من بوادر تغيرات جيوستراتيجية عميقة لا يؤكد حاجتنا الماسة إلى رص الصفوف وتجاوز الخلافات لتطوير وترقية عملنا العربي المشترك. فبقدر ما يتعزز هذا العمل تتحسن قدرتنا الجماعية على الصمود في وجه مختلف التحديات، وكذلك فعالية جهودنا في تحقيق ما نطمح إليه من تنمية ومن استقرار. ثم إن عملنا المشترك هو الذي به يقوى ويتعزز حضورنا على الساحات الدولية سياسيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا. وأود في هذا الإطار أن أجدد دعمنا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة إكسبو 2030، وأن أهنئ أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن إحساسي بضرورة تطوير عملنا العربي المشترك يزداد عمقا وقوة كلما نظرت إلى الوضع الراهن في فلسطين المحتلة وإلى ما يشهده عالمنا العربي من نزاعات وما يواجهه من تحديات مصيرية. وإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لندين بقوة الاعتداءات الإسرائيلية ونجدد التأكيد على تمسكنا بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لما تقتضي به قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربي. ونؤكد كذلك تمسكنا بالحلول التي تحفظ الوحدة الترابية وترصيد عائم الاستقرار والأمن في كل من ليبيا واليمن، مستبشرين بما يلوح من انفراج في البلدين. كما ندعو في ذات الوقت إلى بذل كل الجهود الممكنة لوقف الأعمال القتالية بشكل دائم وفعال في جمهورية السودان، ولخلق ظروف مناسبة لتقديم الدعم الإنساني وللتأسيس لحل سياسي شامل في هذا البلد الشقيق. وإنني لأشيد هنا بكل الجهود العربية المبذولة في هذا الصدد، وخاصة بالرعاية السعودية الكريمة للمحادثات بين الأطراف السودانية الشقيقة، آملاً أن يفضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه إلى رسم خارطة طريق تضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه وحق مواطنيه في الأمن والاستقرار. وأشيد كذلك بعودة جمهورية سوريا الشقيقة للحضن العربي، آملاً لها أن تستعيد بشكل كامل دورها المحوري التاريخي في تعزيز العمل العربي المشترك. ومرحباً بأخي صاحب الفخامة الرئيس بشار الأسد بين أشقائه. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن العمل العربي المشترك لا يقوى إلا بقدر قوة الشراكات الاقتصادية بين بلداننا العربية. ولذا لا بد لنا من تعزيز تبادلاتنا الاقتصادية البينية تمهيدا لقيام سوق عربية مشتركة تؤسس لتنمية مستديمة وشاملة في فضائنا العربي. ومن هذا المنطلق تنبع الأهمية القصوى التي توليها بلادنا لانعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في نواكشوط مطلع شهر نوفمبر القادم، والتي يحدون الأمل في أن تكون محطة متميزة من مسيرة العمل العربي المشترك. وإنني أرجو لأعمال هذه الدورة 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية كل النجاح والتوفيق. لأعبر لكم مسبقاً إخوتي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو عن سروري باستقبالكم في نواكشوط للمشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أشكر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونسية لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أتوجه أولاً في هذه الكلمة الموجزة بأسمى عبارات التهنئة إلى أخي حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، راجياً مبتهلاً إلى الله أن توفق أعمالنا وأن تسدد خطانا في جمع الكلمة ووحدة الصف، وأنها لمناسبة أيضاً في هذا المقام لتوجيه الشكر إلى أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على مدى رئاسته للقمة بروح عالية من المسؤولية في لم الشمل، والحمد لله تعالى أن تم لم الشمل. كما أتوجه بالشكر أيضا إلى معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وإلى أعضاده على الجهود التي يبذلونها بدون انقطاع لتعزيز العلاقات بين دولنا وبين المنظمات الدولية الأخرى. أيها الملأ الكريم، إن العالم بصدد التشكل من جديد بعد أن تشكل منذ نهاية القرن التاسع عشر، ودفع شعبنا العربي في كل أرجاء وطننا العربي الثمن باهظا من أجل الحرية والانعتاق والاستقلال، وما زال أشقاؤنا في فلسطين يقدمون كل يوم تقريبا جحافل الشهداء والجرحى للتحرر من نير الاحتلال الصهيوني البغيض، هذا فضلا عن آلاف آلاف اللاجئين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات. أفما آن للإنسانية جمعاء أن تضع حداً لهذه المظلمة المسلطة على شعبنا في فلسطين في ظل صمت مريب لعديد العواصم؟ أن هذا العالم الذي هو بصدد التشكل اليوم لا يجب أن يتشكل مجدداً على حساب أمتنا وعلى مقدرات شعبنا، بل نريد أن نكون شركاء على قدم المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد. فإذا كانت العولمة التي ظهرت في بداية السنوات التسعين، إذا كانت هذه العولمة قد بلغت مداها وانقلبت على عقبيها
فأننا نرفض أن نكون مرة أخرى ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك في إرسائه وفي ترتيبه. وتونس ثابتة على مواقفها، ثابتة أولا على استقلال قرارها الوطني، ثابتة أيضا على عدم الانخراط في أي تحالف ضد آخر كما ينص على ذلك دستورها. وشعبها مصر على مبدأ المساواة بين الدول كما تنص على ذلك عديد المواثيق والصكوك الدولية. إن التحديات التي نواجهها كبيرة، ولا شك أننا نشترك في نفس الإرادة من أجل رفعها وتخطيها. وأولى هذه التحديات وليست أقلها على الإطلاق هو الحفاظ على دولنا، لأن هناك من يعمل على إسقاطها حتى تغيب المؤسسات وتعم الفوضى بالاقتتالات الداخلية. ونحمد الله تعالى على عودة سوريا، على عودة الجمهورية العربية السورية إلى أحضان جامعة الدول العربية بعد أن تم إحباط المؤامرة التي كانت تهدف إلى تفتيتها وتقسيمها، ودفع الشعب العربي السوري الثمن غاليا حتى تبقى سوريا دولة واحدة، كما أن إرادتنا هي ذاتها حتى تبقى ليبيا دولة موحدة ويحسم الشعب الليبي أمره بنفسه عن طريق الانتخابات ويعم الأمن كل شبر من أراضيها. ونفس الإرادة تحدونه حتى يسترجع اليمن السعيد سعادته بوحدة شعبه وبالقضاء على كل أسباب الفرقة والانقسام. نفس الأمل يحدونه بأن يتوقف سفك الدماء بالسودان الذي قسموه إلى شطرين في ديسمبر من سنة 2010، فلا نريد سودانا ثالثا أو رابعا إثر هذه الحرب المأساة. وثاني هذه التحديات وليست أقلها حتى وإن وردت بعد التحدي الأول في المقام الثاني، هو الحفاظ على السلم الأهلية